وللحديث عن معاناة المرأة العراقية خلال 17 عاما معنا من لندن الدكتورة فاطمة العاني، عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك معنا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وحي وعليكم مشاهديكم السلام، الكرام. أهلا بكم. دكتورة، على مدى 17 عاما عانت المرأة العراقية الكثير من المآسي وما تزال تعاني في الحقيقة. كيف أسهم الاحتلال والحكومات المتعاقبة من بعده في تفاقم معاناة المرأة العراقية التي لم ترتح منذ عقود طويلة من الزمن؟ نعم، يعني بالتأكيد يعني المراقب لوضع المرأة في الوقت الحاضر يرى أن المرأة العراقية تعيش أسوأ أوضاعها وفي أسوأ حالاتها. وطبعا الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 والحكومات المتعاقبة قد أثرت وساهمت بشكل سلبي في زيادة معاناة المرأة العراقية، وذلك طبعا من مختلف الجوانب، الجوانب الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى الأمنية. المرأة الآن أصبحت فاقدة للأمن والأمان، تعيش أما مشردة في مخيمات النزوح أو أرملة فقدت زوجها ولديها أيتام، أو متخرجة ولا تحظى بأي فرصة عمل متكافئة. تعاني الآن من الطائفية والتمييز، لا تستطيع حتى الحصول على عمل يساعدها على حفظ كرامتها. تراها المرأة تبحث عن ذويها المغيبين قسريا. ترى المرأة أيضا يعني المعيلة الوحيدة لأسرتها بعد أن فقدت الأسرة من يقوم على إعالتها. الكثير من المآسي الآن، حتى الأمية التي أصبحت تتفشى بين صفوف المجتمع العراقي وخاصة بين النساء، وحتى وصلت الدرجة إلى أن أصبحت المرأة سلعة يتم بيعها وشراءها من أجل فض النزاعات العشائرية أو حتى تجارة الرقيق الأبيض. نعم. لاحظنا دكتورة أن الميثاق الوطني العراقي أكد أن القوانين التي شرعتها الأحزاب هي قوانين جائرة بحق المرأة العراقية. ما أوجه الجور والقصور في تلك القوانين التي شرعت تجاه المرأة؟ نعم، بالتأكيد هناك الكثير من أوجه القصور والظلم والحيف الذي وقع على المرأة العراقية جراء السياسات الحالية. لا ننسى أن هناك عنف يمارس ضد المرأة، وقد يعني صدرت الكثير من التقارير وحتى من مجلس القضاء الأعلى الذي أثبت حالات العنف الكثيرة التي تمارس ضد المرأة. أين هي الحكومة من يعني سن وتشريع القوانين التي تحفظ المرأة من ممارسة العنف ضدها وتحافظ على كرامتها؟ إضافة إلى ذلك، أين هي حقوق المرأة؟ حقوق المرأة التي أصبحت مهضومة، من لا توجد هناك مساعدات تقدم للمرأة، لا توجد هناك ضمان اجتماعي للمرأة إلا أعداد قليلة من النساء. أين هي الأوراق الثبوتية للنساء اللواتي الآن في مخيمات النزوح واللواتي يعانين الكثير من أجل أن يعني يتحصلن على حقوقهن؟ الكثير من الذي كانت يجب أن تقوم به الحكومة تجاه المرأة، ولكن مع هذا لا نجد يعني لأي صدى لدى الحكومة تجاه يعني تقدم بشكل إيجابي، القيام بفعل إيجابي من أجل رفع الحيف والظلم عن المرأة، خاصة وأنها أصبحت الآن تعاني الفقر المدقع. أفقر فئات الشعب العراقي هي المرأة، مع العلم أن الكثير من النساء هم عاملات وهم مسؤولات الوحيدات عن الأسرة. لم تنصف الحكومة المرأة ولم نتوفر لها فرص عمل متكافئة. الطائفية، العنصرية، التمييز العنصري، الكثير من يعني الأشياء السلبية التي تحيط بالمرأة، وهذا بسبب سياسات الحكومة التي أهملت بشكل متعمد لحقوق المرأة. أيضا لا ننسى أن حتى الاعتقالات التي تمارس بحق المرأة والتي تقوم بها الحكومة وميليشياتها هي ليست نتيجة لفعل قامت به المرأة، بل نتيجة لارتكاب أحد ذويها كما يدعون، لأي أفعال إرهابية أو أي أعمال إرهابية، وتؤخذ المرأة بجريرة ذويها.
إذن كل الذي يحدث في العراق يعني هو نتيجة سياسات الحكومة. لا ننسى تفشي المخدرات الذي ساهم بشكل يعني فاعل في ازدياد أعداد الانتحار بين صفوف النساء. أيضا القوانين التي تحمي حقوق المرأة من القوانين التي تحرم وتجرم أو تمنع أو تحد من ظاهرة زواج القاصرات، أو حتى القوانين التي تحد من المخدرات ويعني وتقضي على هذه الظاهرة التي تسببت في زيادة الرعب. بالإضافة إلى كل ذلك دكتورة، كانت هناك الحروب وكان النزوح الذي نال أيضا من المرأة العراقية الكثير من المعاناة، ودفعت المرأة ضريبة أو فاتورة الحرب والعيش في مخيمات النزوح حتى الآن. نعم بالتأكيد يعني هذه المشكلة الكبيرة التي تعاني منها المرأة في التشرد في مخيمات النزوح وما تتعرض له من إهانة ومن جرائم ترتكب ضدها من قبل الحكومة أو من قبل الميليشيات، حتى أصبحت يعني مخيمات النزوح يعني مجرد معتقل كبير، واغلب يعني سكان هذه المخيمات هم من النساء والاطفال الذين فقدوا ذويهم وفقدوا رب الاسره وفقدوا الرجال، اضافه الى ذلك محرومه ايضا من اوراقها الثبوتيه التي تضمن لها حقوقها من تسجيل اولادها في المدارس. يعني كما نعرف ان المراه تنظر الى اولادها الى انهم شيء ثمين تحافظ عليهم بكل قوتها. كيف يعني نتصور حال مرأة وهي ترى أطفالها بهذه الوضعية السيئة؟ هذا بالتأكيد يولد الكثير، لا ننسى من الأمراض النفسية، من الأمراض حتى العقلية، من الانهيارات النفسية التي قد تؤدي بالمرأة حتى إلى الانتحار. نعم نعم، لكن في الحقيقة دكتورة هناك جانب مشرق من عطاء المرأة العراقية شاهدناه في حضورها المشرف في ثورة تشرين، والتي رسخت من خلال هذا الحضور الوعي الشعبي ضد الأحزاب والعملية السياسية الفاسدة، يعني حتى كانت جزء من المعارضة السياسية وليس فقط جزء من الحياة الاجتماعية. نعم بالتأكيد، يعني لكل فعل ردة فعل، يعني المرأة جزء من المجتمع، جزء لا يتجزأ، جزء فاعل، تعرف واجباتها سواء الدينية أو سواء الأخلاقية، تعرف أن أوضاع البلد يعني أصبحت لا تطاق، وهذا يؤثر سلبيا على حياتها وعلى حياة أسرتها، فبالتأكيد هي لا تستطيع السكوت ولا يمكن لها، ولذلك نرى مشاركتها الفاعلة في التظاهرات والتضحية، الكثير من النساء تعرضن للاعتقال، تعرضن للتغييب القسري، تعرضن للتعذيب والقتل، وتم رمي جثثهن أمام أهلهن. لا ننسى أن هذه التضحيات لم تتوقف، التضحيات منذ دخول الاحتلال واحتلال العراق عام 2003، المرأة كانت المساند للرجل، كانت هي جزء حتى من مقاومة الاحتلال، جزء لا يتجزأ. إضافة إلى ذلك المرأة كانت من العناصر الطبية التي والفرق الطبية التي كانت تساهم في علاج الجرحى والمصابين، يعني هي لا زالت لديها أدوار مشرفة تلعبها في المجتمع، دور المحفز، دور المشجع لإخوانها من الرجال في وتشجيعهم في سبيل الحصول على وتحقيق أمانيهم في التغيير في الوضع الحالي، الوضع المزري الحالي الذي يعيش فيه العراق. هذا جاء كله نتيجة وعي المرأة، تعرف جيدا أنها إذا ساهمت بصورة إيجابية ووقفت مع الرجل فإن تحقيق يعني ما يصبو إليه المجتمع العراقي والشعب العراقي بأكمله سوف لا بد أن يأتي في النهاية، ولا بد أن تحصل يعني ثمرة لذلك. الخريجات اللواتي تعرضن للإهانة من قبل القوات الحكومية ومن قبل الميليشيات من ضرب وكأنهم مجرمون، وهم يحملون شهادات التي تشرف البلد وتشرف وتضعنا وتساهم في تطور المجتمع، كل هذا يؤكد أن للمرأة لديها حضور قوي، والحمد لله لا زالت تمثل دور مشرف. شكرا لك دكتورة فاطمة العاني عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر سكايب من لندن.